مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده من فضفضه. موضوعنا النهارده موضوع مختلف شويه واول مره نتكلم فيه، يمكن الناس هتستغربوا كمان لما نتكلم عن العمر الحقيقي. فكره العمر الحقيقي دي محتاجين نناقشها طبعا يعني مع العلاقه بالحاله النفسيه والصحه النفسيه. كتير بنسمع يمكن جمله ان انا حاسه ان انا كبرت بسرعه، عجزت بدري. بنسمع كتير قوي عن ناس لما بتمر بمشاكل او هموم او عندها حاله نفسيه وحشه بتمر بيها او اكتئاب تقولك انا عجزت بدري او كبرت او الهم والمسؤوليه كبروني بدري. هنفهم ايه الارتباط بين الحاله النفسيه او الصحه النفسيه وبين العمر الحقيقي للانسان، والعمر ده نقيسه ازاي برضو، لانه مش بنتكلم على العمر اللي هو السنين طبعا، لانه كتير ممكن بنشوف ناس مثلا عندها 70 سنه، وساعات بنشوف روحهم وحالتهم النفسيه مخليهم كانهم اصغر من سنهم، وفي ناس العكس ممكن يبقى سنه صغير او سنها صغير وبنشوف عليهم كده الهم، نحس نقول انه على وشهم كانهم عجزوا او معجزين. هنفهم كل ده من ضيفنا اللي مشرفنا النهارده دكتور احمد هارون، مستشار العلاج النفسي عضو الجمعيه العالميه للصحه النفسيه. اهلا بيك يا دكتور معانا. اهلا بيك يا دكتور، اهلا وسهلا. حضرتك يا دكتور سميتها عمرك الحقيقي، ايه بقى الفكره بتاعت العمر الحقيقي دي؟ هل في عمر حقيقي وعمر اللي هو بس بالسن؟ يعني عايزين نفهم برضو ايه العمر ده، قيسه ازاي؟ شوفي، هو موضوع مختلف ومهم بشأن كل موضوعاتكم المهمة. احنا كمعالجين نفسيين بندرس للناس لما تيجي تحسب نسبة ذكاء حد بمختلف أنواعها، لأن في حاجة اسمها الذكاءات المتعددة، ففي معادلة من عشرات السنين إن احنا بنجيب العمر العقلي اللي هو مدى قدرة الشخص من حيث وظائفه العقلية بمقاييس الذكاء المختلفة على العمر الزمني ونضربه في 100. علشان خاطر ما دخلكيش في حسابات نفسية معقدة، ان اكتشفت من واقع خبرتي العملية، لان انا بشوف عشرات مئات الاف النفوس باختلاف الاعمار والجنسيات والثقافات والديانات والاهتمامات والميول كلهم، لقيت ان الاعمار فيهم ما بتكونش واحدة حتى من ذوي العمر الواحد. يعني ايه؟ انت عارفة مثلا ان مش لطيف لكتير من الستات ان يتم سؤالها عمرك كام سنة؟ فأحد النساء كانت من ذوات الحكمة، يعني عندها حكمة كده في الرد والقول وبتاع، فاجتمعوا مجموعة من الرجالة وقالوا ما تيجي نحرجها. تعرف دايما في كتير يعني بعض الذكور بيحبوا الذكور مش الرجال. انت عارفة في فرق كبير ما بين الذكر والرجل، فرقنا عنه دايما. فبعض الذكور قالوا هي الست دي تبدو حكيمة قوي كده يعني في نفسها، ما تيجي نحرجها. وجم وسط الناس وقالوا لها هو انت عمرك كام؟ فقالت انتوا بتسألوا عن حساب العمر بالعقل ولا بالجسد؟ فقالوا يعني حسابه بالعقل. قالت ليس بالعقول تقاس الأعمار، فصغير بالسن ناضج عاقل، وكبير فيه تافه ناقص، ردا على تصرفاتهم. قالوا إذن بالأجساد. قالوا وما بالجسد؟ هي ردت وما بالجسد يقاس العمر، فضعيف الجسد نحيل شاحب النفس حتى وإن كان صغير، وصفي القلب جميل حتى وإن كان في السن كبير. قالوا نسألك عن العدد، عدد سنوات عمرك. قالت تسألون عن السنوات أم عن النبضات؟ لا ده موضوع كبير. فقالوا وما النبضات؟ قالت نبضة الحزن ساعة، ونبضة الحزن من القريب عام، ونبضة السعادة لحظة، وعند المؤمن أعوام. قالوا طيب عمرك بالسنين؟ قالت ما السنوات إلا ذكريات، إن أمعنت النظر فيما هو سلبي زادت الهموم، وإن تفاءلت بما هو قادم زالت الهموم. قالوا إذن هي امرأة حكيمة فلا تحاولوا النقص منها، يعني بلاش تحاولوا تنالوا منها. طيب العمر الحقيقي، انا في رايي دايما الناس تقول لك العمر مجرد رقم. انا شايف ان العمر مش مجرد رقم، بس هو رقم مجرد. ازاي؟ لو تاملنا سنوات حياتنا على مدار الاعمار هتلاقي حاجه غريبه جدا بتحصل، ان احنا ممكن نعمل اي حاجه في اي وقت، مش كده؟ ويقول لك يا عم العمر ده مجرد رقم،
بلاش تفكر فيه كده، وانت تقدر تعمل اللي انت عايزه في اي وقت انت موجود فيه. انا معاكي ان كل حاجة فاتتك تقدري تعمليها، وكل حاجة ما حصلتيش عليها قبل كده في وقتها ممكن تحصلي عليها دلوقتي بعد وقتها. بس خليني اسألك، هيكون شعورك هو نفس الشعور اللي بتمارس الحاجة في وقتها؟ لا طبعا. اذا العمر مش مجرد رقم، بس خليه رقم مجرد، مجرد من الضعف اللي يخليك ما تاخدش خطوة تجاه حاجة تفيدك، مجرد الضعف اللي يخليك ما تنسحبش من علاقة بتضرك، مجرد القلق اللي يخليك طول الوقت في شبه علاقة مع شبه أشخاص في شبه حياة. وهديك مثال من بدري، اللي عنده طفل وبيشوف ان اطفاله كتير قوي بيطلبوا حاجات اكبر من سنهم. ارجوك عشان تعرف ان الرقم بتاع عمرهم مش مجرد، اعرف ان اول فيديو كول حصلت كانت في مسلسل كرتون اسمه سلاحف النينجا، وكان وقتها خيال اطفال، هو دلوقتي بقى الحقيقة. اللي عنده مراهق وبيشوف ان المراهق ارهاق، وانه مش المفروض انه يقول رأيه لانه لسه صغير، وانه مندفع ومش شاطر، عشان تعرف ان عمر المراهق عمر مش مجرد. شوف اكبر شركة برمجيات في العالم، مدير تسويقها مراهق. شوف الفيس اللي انت بتتابع عليه يوم والتاني، اللي اسسه في البداية كان في عمر المراهق. تويتر، انستجرام، جوجل، كل اللي انت بتستخدمهم، كل محركات البحث، كل وسائل التواصل الاجتماعي غير المباشر، كانوا القائمين عليها في وقت من الاوقات واللي اسسوها وابتكروها وفكروا فيها وقت ما كانتش موجوده كانوا مراهقين. شوف سيدنا اسامه بن زيد لما كان في سن احنا بنسميه المراهق، وكان يرأس جيش تحت امرته ابو بكر وعمر. طب عديت مرحله المراهقه وشفت ان سنوات الجامعه هي اصعب السنين اللي انت بتمر بيها، لانك حاسس ان الطريق مش ممهد كفايه وانك مش عارف انت رايح فين وازاي. ركز في ان السنوات دي انت محتاج انها ما تكونش سنوات مجرده، لانك وقت دراستك الجامعيه بتسافلت الطريق اللي هتمشي عليه بعد الجامعه. ما تفرحش لما الدكتور يدخل ويلغي نص المنهج، لانه بيلغي اكل عيشك اللي لو تفوقت فيه هتعرف تبقى متميز فيه بعد كده. لما تخلص جامعه وتحس ان انت الطريق مظلم بالنسبه لك، خلي بالك ان المرحله دي مرحله عمريه، هي رقم، بس رقم غير مجرد. ما تدورش هنا على حد ممكن ياخد بايدك علشان خاطر يوديك مكان حتى لو انت مش كفء فيه، بس ركز انك تروح مكان تبقى انت من اكفأ الناس فيه. لما تخلصي الجامعه وتشتغلي وتفكري في الارتباط، لان المرحله العمريه دي بتقتضي عليه كده، ما ترتبطيش بحد يوفر لك الامان المادي والاجتماعي، وفري الامان النفسي مع حد يكون امن ومستقر نفسيا. العمر صحيح مش مجرد رقم، بس هو رقم مجرد، مجرد من مشاعر الضغط اللي ممكن تعيشها وانت موجود في علاقة مش قادر تحصر كم السلبيات اللي فيها، مجرد من المخاوف اللي دايما بتقلقك في المستقبل، يا ترى ايه اللي هيحصل ومع مين وفين وازاي، مجرد من الوساوس اللي بتخليك طول الوقت تلوم نفسك على كل حاجة عملتها، ليه عملتها، وكل حاجة ما عملتهاش ليه ما عملتهاش، مجرد من انك تبقى اسير الندم على الماضي لانك بتلوم نفسك وتجلد ذاتك، مجرد من انك تبقى اسير القلق من المستقبل لانك خايف تاخد خطوة ومش عارف تخطيها. انك تخلي عمرك هو رقم، بس رقم مجرد من كل دول، وساوسك ومخاوفك وندمك وقلقك، معناه انك مستقر في الحاضر بتاعك. اللي هي كل الحاجات دي في النهايه برضو بتصب في موضوع العمر الحقيقي. بتصب في موضوع العمر. طيب ده ياخدنا يا دكتور لفكره ايه الرابطه بين الحاله او الصحه النفسيه او التوازن النفسي وبين العمر الحقيقي اللي اقدر اقيس بيه واقول انه هم فعلا في يعني انه زي ما حضرتك قلت هو مش قياس انه سنين. يعني زي ما قلت برضو في المقدمه في ناس عمرها كبير في السن بس روحها وحالتها النفسية وإيجابيتها والطاقة بتاعتها اللي أنا بشوفها منها ما بحسش إن ده حد كبير أو حد كبير في السن، بل بالعكس يعني يمكن يكون أصغر كمان في العمر الحقيقي بقى اللي حضرتك بتتكلم عليه بالمنظور ده من ناس كتير أصغر منه في السن. ده إيه العلاقة بينه وبين الحالة النفسية أو التوازن النفسي؟ شوفي، إحنا تم تدريبنا كمتخصصين نفسيين إن في حاجة اسمها العمر الزمني اللي هو وفقا لتاريخ ميلاد حضرتك، وفي حاجة اسمها العمر العقلي لما بنحسب اختبارات الذكاء ونقيس الوظائف المعرفية. أنا شايف إن في عمر ثالث اسمه العمر النفسي. رأيي ممكن ناس تختلف معايا أو تتفق، المهم إن إحنا نطرح وجهة النظر. العمر النفسي من وجهة نظري هو مدى استقرارك نفسيا واستمتاعك باللحظة اللي أنت عايش فيها وتحقيقك لأهدافك اللي أنت بتحطها ووصولك لهذه الأهداف بمجهود أقل في وقت أقل.
ده تعريفي البسيط لعمرك النفسي. لذلك بتلاقي واحد موجود يبدو صغير في السن الا ان باين عليه جدا ملامح القلق والتوتر والضغط والانفعال والامراض الجسديه اللي ممكن ما يكونش ليها اساس عضوي. وكتير جدا من الاجساد بتشكو من حالات النفوس اللي ملهاش اساس عضوي مدروس. كتير جدا من الناس بيبقى عندها سايكوسوماتيك سيمبتومز اللي هي الاعراض النفسي جسديه، ياه على مشاكل الجهاز الهضمي والقولون والانتفاخ والامساك والاسهال، ياه على مشاكل الجهاز التنفسي والبالبيتيشنز ودقات القلب الزياده والنهجان والخفقان، ياه على مشاكل الجهاز العصبي واضطرابات النوم والقلق والعرق والرعشه والتوتر، وكلها حاجات ممكن تكبر الشخص عشرات السنين. صحيح. طيب العمر النفسي ده بنحكم عليه ازاي؟ غالبيه الناس بيبحثوا طول حياتهم عن السعادة، مش كده؟ إلا أن الغالبية منهم مش بيحققوا السعادة. صحيح. لأن هم بيتخيلوا أن السعادة في الحصول على المتعة، وده خطأ رهيب يدمر كريتيريا العمر النفسي. لأن في فرق شاسع، كأنه بيلاحق حاجة مش موجودة مش هيوصلها. هي المتعة موجودة. أن الناس بتخلط ما بين الإحساس بالمتعة والشعور بالسعادة، والاثنين منهمش علاقه ببعض. مستغرب زي كل الحاجات. اشرحها بس للناس. زي كل اللي بقوله مستغربه. الناس عاده بتدور على الاستمتاع عشان ممكن يبقى في متعه لحظيه، بس هي مش دي السعاده. برافو عليك. بس هو للاسف هو بيظن خطا ان المتعه دي هي اللي هتجلب لي السعاده. هديكي بعض الامثله اللي توضح لك الفارق ما بينهم. المتعه ممكن تحصل عليها لوحدك، ممكن وانت لوحدك تعملي حاجة تخليك مستمتعة. صحيح. تاكلي، تشوفي فيلم، تسمعي اغنية، تبقي موجودة في مكان هتستمتع. السعادة ما ينفعش تحصل عليها لوحدك، لازم يبقى معاك حد. المتعة لحظية، السعادة ممتدة مستمرة. المتعة تأثيرها بيبقى حاضر دلوقتي باين الآن، ممكن ما يكملش. السعادة ممكن تأثيرها ما بقاش باين دلوقتي، لكن بتحس اثارها بعدين. من حد ساعدته وشخص سندته وفكرة ايدته، كل ده هو اللي بيدلك بعد كده انك ازاي ممكن تكون سعيد. المتعة بتعمل ادمان. اغلب ما يثير متعة الانسان يمكن ان يدمنه. حد بيستمتع بالشوبينج يدمن الشوبينج، حد بيستمتع بالاكل يدمن الاكل، حد بيستمتع بعلاقات ما يدمن هذه العلاقات. السعادة ما فيهاش ادمان. مفيش حد بيبقى سعيد بحاجة بيدمن ما وصله لان هو يبقى سعيد. ده كان اهم الفوارق ما بين الشعور بالسعادة والمتعة. لذلك في مرحلة وسط ما بينهم اسمها الاستمتاع. اسمها ايه؟ استمتاع. يبقى عندنا متعة وسعادة. في مرحلة وسط وصولا للسعادة اسمها الاستمتاع. لذلك لما نيجي نشوف هو الشخص ده عنده صحة نفسية ولا ما عندوش، تفتكري ايه الفارق ما بين حد عنده صحة نفسية وحد ما عندوش؟ انه بيعرف يستمتع بكل حاجة. كلامك صح جدا. منظمة الصحة العالمية سنة 2005 لما جت تعرف الصحة النفسية، ظنينا كلنا ان هي هتقول ان الصحة النفسية هي الخلو من الاضطرابات النفسية والسلوكية، ولكن هي ما قالتش كده. قالت ان الصحة النفسية هي الاستمتاع بجودة الحياة، ان انا ابقى بعمل حاجة كويس. النفسية، الروحية، الجسدية، الاجتماعية. يعني انا لو في المرحلة الوسط ما بين المتعة وصولا للسعادة، فانا في مرحلة الاستمتاع، يبقى انا بدي للمرحلة العمرية الحالية حق وواجب. وكل مرحلة عمرية، ده تفسير للعمر النفسي، لابد انها تحصل على كتير من المقومات، وكأنك ماشية في طريق وفي كل نقطة لازم تتغذي فيها كويس عشان تقدري تكملي صح. يعني لما تيجي تشرحي لي مراحل النمو الجسدي، ده كلام منطقي جدا، وتقولي لي ان الجنين في المرحلة دي من حياته من عمره بيحتاج كذا، والرضيع في المرحلة دي من عمره بيحتاج كذا، والطفل في الطفولة المبكرة في المرحلة دي من عمره بيحتاج كذا. طب هو العمر الزمني اللي حددت عليه الاحتياجات الجسدية، وعندنا قصاده عمر نفسي،
مش عنده برضه احتياجات نفسية؟ هل تعلمي ان انت نفس مراحل النمو الجسدي اللي ليها احتياجات انت عندك زيها مراحل نمو نفسي ليها احتياجات؟ هل تعلمي ان الجنين في المرحلة العمرية دي من بعد 40 يوم بيبقى محتاج حالة معينة من الثبات والاستقرار والهدوء والطمأنة المحيطة بيه من أب وأم، ممكن تأثر في نفسيته إنه يطلع عصبي وعنيد وعنيف وحاد ومتقلب المزاج؟ طب هل تعلمي إن الرضيع اللي ممكن في مرحلة معينة بنسميها مرحلة الرضاعة لو ما خدش كمية كافية من الحنان بشكل معين من الأم مش من بدلها، خاصة في وجود الأم مش في وجودها الباهت أو عدم التواجد، لو حس في وقتها إن ده حصل بتكتفي احتياجات مرحلة عمرية من نفسي. العمر النفسي صحيح. هل تعلمي إن لو قدرنا نحدد الاحتياجات لكل مرحلة عمرية إيه هي الاحتياجات النفسية نضمن سلامة العمر النفسي وإن إحنا عدينا المرحلة دي بهدوء؟ بتشوفي كتير من الناس طول ما هو قاعد ماسك ضوافره وعمال يقرقط فيها. طب بتشوفي ناس تانية طول ما هو قاعد واكل شفايفه كلها لدرجة انها ملتهبة. طب بتشوفي حد تاني ماسك طرف ايديه. طب حد رابع كل حاجة حاططها في بقه. طب حد خامس طول الوقت بيدخن. طب حد سادس طول الوقت اي حاجة ايده تمسكها يقعد يرقضها. الشخص ده كان محتاج مجموعة احتياجات في المرحلة العمرية من اول الميلاد لسن سنتين، ولانها لم يتم اكتفائها بالنسبه له فعمره النفسي ما تحققش في احتياجاته في المرحله دي. الطفل من الميلاد لسن سنتين بيبقى محتاج احتياجات نفسيه معينه، منها انه اي حاجه ياخدها يوديها على بقه، وفي المرحله دي بيصدم اول صدمه في حياته وهي صدمه الفطام. وان لم يتم التعامل معاها صح بيفضل طول عمره يعاني من صدمة الفطام وما يسمى بالارتباط الشبقي او الارتباط الشفهي او الارتباط الفمي، ان كل حاجة بتبقى رايحة على شفاه، كل حاجة بياخدها على بق. المرحلة دي ليها احتياجات جسدية وليها احتياجات نفسية. لو عمره الزمن اتطور وعمره النفسي ما اتطورش يبقى عندنا جاب، فهو دلوقتي بيعيش مرحلة عمره النفسي وهو عمال يقرقط في كل حاجة ويحط كل حاجة في بقه وياكل في شفايفه ويقرقط في ضوافره. ده حاجات صغيرة يا دكتور، في ناس كتير جدا مش ممكن ياخدوا بالهم منها. طب ما تيجي اقول لك بقى على حاجة. طب نربطها ازاي بفكرة لو بنتكلم على النضج بقى زي ما حضرتك بتقول، الفرق بين العمر الزمني والعمر النفسي او النضج النفسي، نربطها ازاي بفكرة النضج العاطفي؟ بنسمع كتير قوي ان هو غير ناضج عاطفيا، يعني ممكن يبقى حد كبير كده او ست كبيرة أيوة. او بتاع وعندها مشكلة غير ناضج، هما بيسموها كده، احنا يعني الناس العاديين اللي مش متخصصين وبيصنفوها كده زيكم بالظبط بنسميها ان هو غير ناضج عاطفيا، ده فين بقى المرحلة دي وقعت منه فين؟ حلو، ده سؤال مهم، وانا مقدر يا دكتوره انك بتستغربي لما تسمعي مني كلام، بعرف ان انا برتبه لك بشكل بيخليك ترتيب مختلف، بس لاهميه سؤالك خلينا نوصله بالتدريج. احنا قلنا ان العمر الزمني مش هو اهم شيء، وان العمر الزمني ده قصاده من وجهه نظري عمر نفسي، وقلنا ان العمر الزمني بيبقى له احتياجات جسديه والعمر النفسي بيبقى له احتياجات نفسيه. ولو ما لبتش الاحتياجات الجسدية على مدار مراحل العمر الزمني أنا عندي مشكلة في إن جسدي ممكن في وقت من الأوقات يضعف أو يضمر أو ما يساعدنيش وما يساندنيش أو ما لاقيهوش زي ما أنا محتاجه. كذلك نفسك، لو ما تمش الاكتفاء في كل مرحلة من مراحل النمو النفسي المراحل دي ممكن توقعك في مشاكل لو ما لبتش احتياجاتها النفسية. وقلت لك مثال صغير من الميلاد لسنتين، طب ممكن اقول لك مثال اصغر من سن سنتين لاربع سنين؟ ده بيأثر في ايه بقى؟ هقول لك، بتقابلي في حياتك عاطفيا مهنيا دراسيا اجتماعيا شخص متردد جدا في اتخاذ القرار، كتير شخص مش قادر يقرب من حد ولا عارف يبعد عنه، وكتير من الستات، وارجوك ركزي في اللي انا هقوله، كتير جدا من الستات بتجهد
وهي في انتظار قرار جوه علاقة مع شخص متردد، بتضيع كتير من عمرها وهي مستنية انه ينطق، بتضيع كتير من عمرها وهي مستنية انه يبادر. هي مفترض ان المبادرة موجودة عنده لانه هو الراجل، ومتخيلة انه لانه راجل وعنده القوامة يبقى هو اللي هيبادر. في مجتمعات شرقية وعربية زي مجتمعاتنا بتنتظر الست اللي بدأ ان هو يلمح ان في علاقة، بتفضل منتظرة قرار المبادرة، القوامة اللي ربنا المفروض كلفه بيها مش شرفه عليها، بتفضل منتظرة الى ان تستهلك فكريا وذهنيا ومشاعريا وهو متردد وخايف او موسوس. هل تعلمي ان المرحلة دي اللي حضرتك ممكن تسميها عدم نضج عاطفي مرتبطة من سن 2 لـ4 سنين؟ انه ما لقاش بقى اللي كان محتاجه نفسيا في المدة في المرحلة دي. المرحلة الاولى من الجنين لسن 2 بنسميها المرحلة الفمية. حد من المحللين النفسيين القدامى اطلق عليها الاسم ده لان الطفل بياخد كل حاجة يوديها على الفم. من 2 لـ4 سنين بيسموها المرحلة الاستية او المرحلة الشرجية، لان في المرحلة دي بيتم تدريب الطفل على الاخراج والتنظيف، ان هو ازاي يتخلص من فضلاته وينظف نفسه. عارف الراجل اللي كان بيجهد الست اللي بيحاول يرتبط بيها، يقرب منها شوية ويبعد عنها كتير، يتردد في ان هو يصارحها، ولما يصارحها يتردد في ان هو يكمل معاها، ولما يكمل معاها يتردد في ان هو يبقى جنبها. الشخص الباهت اللي موجود ومش موجود، الشخص اللي ممكن يكون موجود بصورة هي مش حباها رغم ان هي عرفته بصورة كانت حباها، اللي مش عارفة هو اتحول ازاي واتقلب ليه، اللي مش قادرة تميز هو محتاج منها ايه او عايزها اصلا ولا لا. الشخص ده مشكلته في الغالب كان في سن 2 لـ4 سنين وهو بيتدرب على مرحلة الاخراج. مش عايزك تستغربي وبالراحة علي. بالراحة انت علينا يا دكتور. ليه مرحلة الباتي ترينينج اللي بيقولوها دي؟ برافو. ايه بقى اللي اثر في النضج العاطفي ساعتها؟ عايزين نربطهم ببعض بس عشان الناس تستوعب معانا. حاضر. المفروض ان الطفل هنا بيتم تدريبه على التحكم في عملية الاخراج. الطفل ده ما بيكونش موجود في العالم بتاعه الا الام حتى هذه اللحظة. الام اللي لسه مدياله صدمة كبيرة جدا، كان متخيل ان هي اقرب حد ليه وجسمها ملاصق لجسمه، وفجأة قررت انها تبعده في مرحلة الفطام وتقول له انا مش عايزاك. لو ما تمش ادارة هذه المرحلة صح بتتحقق اول صدمة نفسية بتؤثر في ان العمر النفسي بتاعه يبقى فيه ديفكت. تاني مرحلة بيمر بيها اللي هي من 2 لـ4 سنين بيتدرب على كيفية الإخراج والتحكم فيه والتخلص الآمن منه، يعني تنظيف نفسه بشكل كويس. في المرحلة دي الطفل بيبقى عايز يقرب من الأم. هي بعدتني بس أنا محتاج أقرب منها أكتر. هي بعدته بالفطام اللي هو مش فاهم سببه، بس هو بيقرر يقرب منها أكتر ويديها كل ما يمتلك، وبيركز لها شعوريا فبيلاقي إن هو لا يمتلك حاجة غير الستول. فبيروح لها بكل لهفة، بكل قرب، بكل شغف، ويحط لها كمية ستول جنبها. دي جديدة دي يا دكتور. رد الفعل هنا ان هي بتضرب وتقول له ان انت عملته ده غلط، وكأنها هنا هو بترفضه. يعني هو بيجذب اهتمامها؟ أكيد. لا، هو بيروح يديها هدية. بيروح يهديها، هو بيروح يديها الهدية دي. هي كل اللي عنده وهو رايح يقول لها انا بحبك جدا فهديك الحاجة اللي عندي، فهي بتضربه او بتعاقبه. هو بيفهم ان انت رفضاني. ده التعامل الغلط طبعا. الغلط. الصح انا متشكرة جدا انك حاولت تقرب مني بالشكل ده، وهقبل هديتك بس حطها لي هنا. وصلت؟ وصلت في المرحلة دي، بس عايزين نربطها بقى بالنضج. يعني هو قرب من ده مين؟ ده ازاي اثر في الكبر بانه يطلع شخصية مترددة؟ مش راح قرب منها. وكان متخيل ان هي هترحب بيه، ولقى منها رد فعل هو مش فاهمه. واداها كل اللي يقدر عليه وهي رفضته، وبعدين عنفته ان هو اهتم بيها وقرب منها. فبقى كونفيوز. فبعد كده في كل مرحله يعني هيقرب من واحده هيسال نفسه مليون مره، هي عايزاني ولا ممكن ترفضني؟ طب هو اللي انا عملته كان صح ولا غلط؟ لذلك كتير من الستات بتوجهد وهي في اشباه علاقات مع حد مستنيه منه فريم المبادره، مع حد مستنيه منه الجراه في ان هو يحرص عليها او يطلبها او يختارها او يعرفها انه محتاجها، مع حد ممكن تكون مستنيه منه انها تقول له انت ليه ما بتاخدش خطوه. وتوجهت كتير من الستات ذهنيا ومشاعريا وعاطفيا وهي منتظرة حد المفروض ان عنده من القوامة والجرأة، ان عنده من الرجولة والثقة، اللي يروح ويقول لها فعلا. صدقيني انا مشفق على كتير من الستات في مجتمعاتنا العربية والشرقية اللي ما عندهمش ثقافة الاختيار ولا عندهم حتى امكانية الاختيار، للأسف ان هي بتفضل طول الوقت
مستهلكة في شبه علاقة من دول مع شبه شخص من دول، شخص متردد بياخد القرار وعكسه ويقرب منها ويبعد عنها ويحاول يتواصل معاها ويكف عن أي تواصل، وفي لحظة تلاقيه حتى لو موجود كأنه مش موجود. وده كله بسبب انه غلطات من الام احد في سن صغير الاسباب. جدا ممكن تكون حاجات يعني الام ساعات ما تاخدش بالها منها، هي عارفه ان ممكن تكون اتعاملت غلط لكن مش متخيله ان هو يسيب تاثير يترسب جوه الطفل لما يكبر يبقى شخص كبير للدرجه دي. يعني في حاجات كتير صغيره وارد ان الامهات ما تاخدش بالها منها، بس احنا بنبقى عارفين انها تاثر يا دكتور، بس ما حدش بيبقى عارف عواقبها ايه او ممكن تاثر ازاي في السلوك. فيعني دي تصنيفه جديده شويه في النضج مع عمر الانسان، يعني مرحله بمرحله. وانا قدامي دقيقه طبعا هختم، وكويس احنا هنعمل حلقه دكتور الحلقه الجايه هنكمل موضوعنا. لازم لازم عشان الناس فانت تستوعب اكتر الفكره اللي حضرتك بتطرحها والمنظور اللي خدنا بيه العمر النفسي وتقسيمه حتى كمان مراحل الانسان، لانه مهم قوي ان الام تاخد بالها من حاجات صغيره احنا عارفينها هتاثر بس مش عارفين هتاثر ازاي. حاضر. او هتسيب شخص شكله ايه. حاضر. انا بشكر حضرتك جدا دكتور احمد هارون مستشار العلاج النفسي وعضو الجمعيه العالميه للصحه النفسيه، شكرا لك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. بشكر كل مشاهدينا، وهنكمل ان شاء الله في الحلقه الجايه واحنا بنتكلم عن موضوع مختلف جدا مع دكتور احمد هارون عن العمر الحقيقي للانسان ونضجه النفسي في مراحل عمره كلها من هو طفل. بشكركم واشوفكم في الحلقه الجايه.